الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من ضوابط كتاب الطهارة، وقد وعدتكم بأنني سأراجعكم فيه، لكن حتى لا أفجأكم هذا الأسبوع بعد الإجازة نؤخر مراجعة كتاب الطهارة إلى الدرس القادم إن شاء الله، وسيكون في درس الضوابط جزءا مقدرا بعشر دقائق يخص مراجعة الضوابط الماضية كتسميع وكاستذكار، لأنني أجزم بأن الإنسان سينتفع بهذه المراجعة انتفاعا عظيما متى ما كان الضابط مستحضرا في قلبه وحافظته. أما إذا سمع شرحه وفهمه ثم نسيه فسرعان ما تذهب فائدته وتزول منفعته. وسوف أحدد لكم إن شاء الله بداية كل أسبوع ما نراجعه، يعني مثلا الدرس القادم نريد مراجعة ضوابط باب المياه والآنية فقط، نكررها عليكم كل واحد يسمعها، ثم بعدها نأخذ ما بابين، ثم بعدها نأخذ بابين، وكل عشر دقائق من أول درس نأخذ بابين، فإذا استوفينا حتى شرحنا عدنا إليها من جديد حتى تكون مستحضرة، حتى تكون مستحضرة. فما رأيكم في هذا؟ هذا طيب حتى تكون مستحضرة، وأنا أجزم بأنكم والله الذي لا إله سوف تستفيدون فائدة عظمى إذا كانت هذه الضوابط والقواعد مستحضرة في ذهنك. طيب، نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام على جمل من ضوابط وقواعد كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء، وهذا أمر واضح، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. والمقصود بقوله فليصلي هنا أي فليدعو. فإذن العرب والأدلة استعملت لفظ الصلاة في الدعاء، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال وأفعال، أو نقول التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأظن هذا التعريف واضح، التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وضوابط كتاب الصلاة كثيرة جدا، نبدأها بأولها وهي مقدمات في كتاب الصلاة، ثم نعقبها بضوابط باب الأذان، ثم نعقبها بضوابط باب الوقت. نبدأ إن شاء الله في مقدمات في كتاب الصلاة، وذلك في جمل من الضوابط. الضابط الأول: الصلوات المفروضات كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات المفروضات أو الصلاة المفروضة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وما دليل هذا الضابط؟ فأقول: دليل هذا الضابط قول الله تبارك وتعالى على وجه العموم: إن الحسنات، قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وتدخل الصلاة في الحسنات دخولا أوليا لذكرها في أول الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. والدرن هو رائحة المغابن، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تحترقون ثم تصلون الصبح فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون العصر فتغسلها، حتى استوفى صلى الله عليه وسلم الأوقات الفرائض الخمس. فكل فريضة يصليها الإنسان فإنها تعتبر كفارة لما قبلها، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وهل الذنوب التي تكفرها الصلاة الكبائر أم الصغائر؟ هل الذنوب التي تكفرها الصلاة الصغائر أم الكبائر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي ما اتفق مع مقتضى هذه القاعدة التي تقول: كل عمل ورد فيه تكفير شيء من الذنوب فالمراد به الصغائر دون الكبائر إلا بدليل. كل عمل من فضله تكفير الذنوب فالمقصود بهذا التكفير الصغائر دون الكبائر إلا بدليل. وبناء على تقرير هذه القاعدة فنقول: إن الوضوء عمل ثبت أنه كفارة فيكون مكفرا للصغائر دون الكبائر، والصلاة عمل ثبت أنه كفارة فيكون التكفير للصغائر دون الكبائر، والصوم عمل ثبت أنه كفارة فيكون التكفير للصغائر دون الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي الحديث الآخر: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهو عمل، دل الدليل على أنه من جملة المكفرات فيكون التكفير فيه للصغائر دون الكبائر. فإن الصلاة أعظم من الحج إجماعا، فإذا كانت الصلاة على علو كعبها في الدين إنما تكفر الصغائر، فكيف بمن دونها من الزكاة والحج والصوم؟ فلا جرم أنها من جملة المكفرات، ولكن تكفيرها للصغائر. وهكذا دواليك، كل عمل نص الدليل على أنه من جملة المكفرات فإنما يراد به تكفير الصغائر دون الكبائر، ولكن يستثنى من هذا عمل واحد وهو التوبة، فإن التوبة طاعة أمر الشرع بها وأخبر أنها مكفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التوبة تجب ما قبلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تاب تاب الله عليه. فهذا العمل بخصوصه هو الذي يكفر ما قبله، فإذا التوبة لا يتعاظمها شيء، سواء أكان شركا أكبر أو أصغر، أو ذنبا أكبر أو أصغر، فالتوبة لا يتعاظمها شيء. فإذا لا يجب الشرك إلا التوبة، ولا يذب الكبيرة إلا التوبة، وأما ما عداها من الطاعات والتعبدات فإن التكفير يقصر فيها على الصغائر دون الكبائر إلا بدليل. وهذا بالاستقراء أيها الإخوان، وهذا بالاستقراء. فإن قلت: وهل مجرد فعل الصلاة يعتبر كفارة للصغائر أم لا بد من قبول الصلاة؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن التكفير المتعلق بالصلاة إنما يكون على حسب قبولها وكمال ثوابها وأجرها،
فإذا قبل الله فالصلاة التي قبلها الله عز وجل وكتب لها الأجر كاملا لا جرم أن تكفيرها لما قبلها يكون أعظم. وأما الصلاة التي لم يقبلها الله عز وجل أساسا فإنها لا تعتبر مكفرة بالأصالة، لأن التكفير إنما جعل ثوابا على عمل فاضل، والصلاة التي لم يقبلها الله لا تعتبر عملا فاضلا. وإذا قبل نصفها فيكون التكفير أخف مما لو قبل ثلثاها مثلا أو قبلت كلها وهكذا. فكلما عظم القبول وزاد الأجر كلما عظم التكفير. فإذن التكفير في الأعمال، انتبهوا خذوها مني أصل لعلكم تحفظونه، التكفير في الأعمال والتعبدات يكون على حسبه، يكون بحسبه، التكفير بالأعمال والتعبدات يكون بحسبه. فالوضوء إنما يكون تكفيره لما قبله على حسب إتقانه وإحسانه ونيته، والصلاة وتكفير الصلاة لما قبلها من الخطايا إنما يكون على حسب ماذا؟ إتقانها وإحسانها وأدائها على الوجه الشرعي وقبولها وعظم أجرها عند الله عز وجل. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا الصلوات كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإن قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل قوله إذا اجتنبت الكبائر يستدل به على أن الصلاة لا تكفر الكبيرة أم ماذا؟ الجواب، القول الصحيح في تفسير هذه اللفظة النبوية أن تكفير الصلاة لما قبلها من الصغائر مشروط بترك الكبائر، بمعنى أن من يصلي وعنده صغائر وكبائر فإن صغائره لا تكفرها الصلاة. لما؟ لأنه مصر على كبائر. فإذا تكفير الصلاة للصغائر مشروط بماذا؟ بترك الكبائر، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فلا يفرح الإنسان بكونه يصلي ويظن أن صلاته بمجردها تعتبر كفارة، وإنما لا بد أن يتجرد من فعل الكبائر وأن يصدق في التوبة منها حتى تكون صلواته مكفرة لكبائره. فإن قلت أو يقال هذا في الوضوء أيضا، فنقول نعم يقال في الوضوء من باب القياس الأولوي، والقياس الأولوي يدخل في العبادات لا ولا حرج فيه، بل يدخل حتى في العقائد. فالقياس الأولوي من أقوى أنواع القياس. فإذا كانت الصلاة على علو كعبها في الدين وأنها الركن الثاني من أركان الملة والإسلام لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وإلا فتبقى الصلاة أضعف من تكفير الصغائر إذا كانت تضعفها الكبائر، تضعف تكفيرها الكبائر. فكيف بالوضوء الذي هو مجرد وسيلة من وسائل الصلاة؟ فإذا قيل هذا الكلام في المقصود فلأن يقال في الوسيلة من باب أولى. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى السعي الحثيث في تحقيق مقصود صلاته أو شيء من مقاصد صلاته، وهو تكفير ما مضى من الصغائر، وذلك مشروط بترك الكبائر، وذلك مشروط بترك الكبائر. فإن قلت وهل الصلاة التي تعتبر كفارة لما قبلها هي الصلاة التي أوقعت في الجماعة أم مطلق الصلاة؟ لأن من أهل العلم من يشترط في هذا التكفير أن توقع جماعة. الجواب، في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الأصح عندي إن شاء الله تعالى عدم اشتراط ذلك من باب أصل التكفير، وإنما من باب كماله. من يشرح لي؟ عدم اشتراط ذلك في أصل التكفير ولكنه شرط في كماله. أسألكم بالله ما فهمتم. القول الصحيح أن إيقاع الصلاة في الجماعة ليس مؤثرا في أصل التكفير ولكن في كماله.
بمعنى أن الإنسان إذا أوقع الصلاة منفردا وترك الجماعة فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون معذورا أو غير معذور. فإن كان معذورا بالعذر الشرعي فإن تكفيره للصلاة منفردا بالعذر كتكفيرها في الجماعة، لأنه لم يتجانف لإثم فلا يستحق أن يعاقب بتفويت شيء من المصالح عليه. وأما إذا كان تفويته للصلاة بلا عذر فحينئذ هو مؤاخذ وآثم، لأن صلاة الجماعة فريضة على كل مكلف، على كل رجل مكلف. طيب، هل عدم صلاته في الجماعة بلا عذر يلغي أصل تكفير الصلاة بمعنى أنها لا تكفر شيئا؟ الجواب لا، متى ما أوقعها صحيحة فلها فضل، وإثبات الفضيلة لها دليل على وجود شيء من التكفير، لكن لا يكون كالتكفير إذا أوقعها في جماعة. فالصلاة منفردا بلا عذر لا يكون تكفيرها كتكفير الصلاة إذا أوقعها الإنسان في جماعة، لأن الأول آثم والآخر غير آثم، والله عز وجل نفى أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. أفهمتم هذا؟ فإذا صلاة المنفرد بلا عذر مع صلاة من صلى في جماعة يتفقان في أصل التكفير، ولكن يختلفان في كماله، يتفقان في أصل التكفير ويختلفان في كماله. فإن قلت وإن لم يكن على الإنسان شيء من اللمم والصغائر فتكون الصلاة كفارة، لماذا؟ فنقول هذا غير متصور في أحد، حتى أنبياء الله عز وجل جوز أهل السنة عليهم فعل الصغائر وهي المسمات باللمم، هذا لا بد أن يلم الإنسان به. لكن إن تصورنا إنسانا يمشي على الأرض وليس عنده لا كبيرة ولا صغيرة، إن تصورنا ذلك فينقلب هذا التكفير إلى رفعة الدرجة، لأن أصل التكفير لرفعة درجته، فإذا لم يكن ثمة تكفير فيبقى المقصود الأعظم وهو رفعة الدرجات. فإذا الله عز وجل يريد بهذا التكفير التخفيف ورفعة الدرجة، فإذا انتفى التخفيف لعدم وجود ما يوجب التكفير فيبقى رفعة الدرجات، فينقلب التكفير في حقه إلى رفعة درجات. هذا إذا تصورنا ذلك، ولا أظن ذلك موجودا. فإذا يصدق عندنا هذا الضابط وهو قولنا الصلوات كفارة. الضابط الثاني في نحن الآن لا نزال في مقدمات الصلاة، بين العبد والكفر ترك الصلاة، وهذا حقه أن يكون ضابطا. وأصل هذا الضابط ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وهنا فروع: الفرع الأول، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من ترك شيئا من أركان الإسلام غير الشهادتين هل يكفر أو لا يكفر، فاختلفوا في تارك الصلاة أيكفر أم لا، واختلفوا في تارك الزكاة أيكفر أم لا، واختلفوا في تارك الصوم والحج أيكفر أم لا. إذن جميع أركان الإسلام غير الشهادتين اختلفوا في كفر تاركها من عدم كفره. والقول الصحيح عندي والله أعلى وأعلم أن تارك الحج لا يكفر لعدم وجود دليل يدل على أنه كافر، ولأن التكفير حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إزالة هذا الاسم عنه إلا بيقين، فيبقى أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب معرض نفسه لسخط الله وعقوبته، هذا نعم نقوله. وأما أن يخرج عن دائرة الإسلام بمجرد ترك الحج مع الإقرار بوجوبه فإن هذا لا دليل عليه. والقول الصحيح عندي في تارك الصيام كسلا وتهاونا فقط لا جحودا وإنكارا لأصل فرضيته أنه فاسق ومرتكب لكبيرة الذنوب لكنه لا
يكفر لنفس الأوجه التي ذكرتها في عدم تكفير تارك الحج. فليس هناك دليل يدل على أن من ترك الصيام تهاونا وكسلا أنه يكفر. وحيث لا دليل على التكفير فإننا لا نقول به، إذ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. والقول الصحيح عندي أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا فاسق وليس بكافر ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا جرم في ذلك، لكننا لا نخرجه عن دائرة الإسلام بمجرد تركه للزكاة ما دام مقرا بفرضيتها عليه. نعم يقهره الإمام ويأخذها ويأخذ شطر ماله إن رأى المصلحة في ذلك، هذا من جملة التعزيرات، هذا من جملة التعزيرات يا عمر. وأما كونه يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية فليس هناك دليل، بل دل الدليل على أنه لا يكفر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار، ثم قال، يعني تجاوزنا قليلا، ثم قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ثم قال: حتى يرى مصيره أإلى الجنة أم إلى النار. فلو كان كافرا بتركه لأداء زكاة الذهب والغنم وغيرها لما كان له حظ في ماذا؟ في الجنة مطلقة، إذ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فلما جعله تحت المشيئة حتى يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، علمنا أنه من جملة أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عفى عنهم ابتداء وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجهم منها بقدر إلى الجنة ثم يخرجهم منها إلى الجنة انتقالا. بقينا في الصلاة، أنتم معي في هذا التدرج. ففي الصلاة اشتد خلاف أهل العلم، والقول الأقرب عندي أن تارك الصلاة يكفر، وذلك للأدلة الدالة على هذا الحكم. فمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه كافر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد بين الرجل والكفر، أو قال: الشرك ترك الصلاة. فعلق انتقاله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أو الشرك بالصلاة، فما دام يصلي فلا يزال محكوما عليه بالإسلام، لكن متى ما ترك الصلاة يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. وفي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن أو قال كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله. عفوا. وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصلاة نور، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، ثم قال: إيش؟ إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا دليل على أن الذي يكفر بترك الصلاة إنما هو من تركها الترك المطلق لا مطلق الترك، وهو المسألة الثالثة ولا الثانية عندكم كم؟ الثالثة، وهي أننا قررنا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر، لكن أي نوع كفر يدخل فيه ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر، تفصيل ذلك في المسألة الثالثة، وهي أن العلماء مختلفون رحمهم الله تعالى في تحديد نوع هذا الكفر الذي وصف به تارك الصلاة. فمنهم وهم الجمهور من حملوه على الكفر الأصغر، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا إن الكفر المذكور في هذه الأحاديث إنما هو الكفر الأصغر. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه حمله على الكفر الأكبر،
فإن قلت وما القول الصحيح في هذا؟ فنقول لما قررنا بأنه كافر وبينا الأدلة على ذلك، فالقول الصحيح في كونه كفرا أصغر أو أكبر يختلف باختلاف نوع الترك، يختلف باختلاف نوع الترك. فإن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر الذي لا ينخرم، فإنه يعتبر كفرا أكبر. وأما إذا كان هو مطلق الترك فيصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا يعتبر كفرا أصغر لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ولكن يبقيه في دائرة الخطورة وارتكاب الكبيرة. وهذا قلته لوجوب الجمع بين الأدلة، فإن هناك أدلة تدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر، كحديث بريدة وجابر المذكورين، وهناك حديث يدل على أن تارك الصلاة أو عدم المحافظة عليها يعتبر كبيرة وليس بكفر، لحديث عبادة في السنن أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن أو قال فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فقوله ومن لم يحافظ عليهن دليل على أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا. ووجود بعض الروايات التي تفسر عدم المحافظة بأنه لم يحافظ على ركوعها وخشوعها وسجودها وطهورها، هذا من باب ضرب المثال على عدم المحافظة وليس من باب الحصر. فالذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يعتبر تاركا للصلاة، وإنما يعتبر غير محافظ عليها، وهو أكثر الناس أنهم لا يحافظون على الصلاة المحافظة المطلقة ولا يتركونها الترك المطلق، وإنما يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، فيصلون في اليوم فرضا أو فرضين، أو ربما يبقون ثلاثة أيام لا يصلون ثم يصلون الجمعة مثلا. فإذا الترك الذي عند أغلب المسلمين إنما هو مطلق الترك للترك المطلق، ومطلق الترك تتفاوت عقوبته على حسب تفاوت المتروك، لكن لا يخرجه ما دام لم يترك الصلاة الترك المطلق لا يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. وهذا القول ارتضاه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ففرق ابن تيمية بين من كان تركه للصلاة الترك المطلق وبين من كان تركه للصلاة مطلقة الترك. فهذا هو الأقرب إن شاء الله، وهو القول الذي تتآلف به الأدلة ويلتم شملها. فالذي يترك الصلاة من المسلمين فرضا أو فرضين لا يعتبر مشابها لليهود والنصارى بمجرد تركه الجزئي، وإنما لا يعتبر الإنسان داخلا في مشابهة اليهود والنصارى وقاطعا للعهد الفاصل بين اليهودي والمسلم، إلا إذا كان هو إذا كان تاركا الترك الدائم كما يتركها اليهودي والنصراني. فإذا العهد لا ينقطع بين الله وبين عبده في هذه الشعيرة بتركها مرة أو مرتين أو تركها بعضا دون بعض، وإنما لا ينقطع العهد فيما بين العبد وبين ربه في هذه الشعيرة إلا إذا كان تركه لها الترك المطلق الدائم. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة وفرضيتها أنه كافر، الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بالكلية، لأنه مكذب للقرآن وجاحد للمعلوم من الدين بالضرورة. وقد أجمع العلماء على أن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر، هذا إذا كان يعلم الأدلة التي تدل على فرضية الصلاة ووجوبها. وأما إذا كان جاهلا ومثله يجهل، كحديث العهد بالإسلام أو الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وقد انقطعت وسائل اتصاله بأهل العلم، فإننا لا نستعجل بتكفيره إذا أنكر فريضة الصلاة حتى نعرفه بالأدلة الدالة على فرضيتها، فإن عرف وأصر كفر،
وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة: أجمع العلماء على وجوب تعزير تارك الصلاة ولو بعضا، ووجوب حمله على الصلاة قهرا، ولا يجوز إقراره على ترك الصلاة أو تسويغ الحال له بأن لكم دينكم ولي دين، بل يجب أن يحمله المسلمون على الصلاة قهرا إذا أبى وامتنع، ويجب أن يعزره الحاكم التعزير الذي يردعه وأمثاله عن الإخلال بهذه الشعيرة، حتى وإن لم يصلي إلا بالجلد الكثير والحبس الطويل فإننا نحبسه ونجلده حتى يتأدب ويتأدب أمثاله عن الإخلال بهذه الشعيرة. فإذا تعزيره وهجره كل ذلك متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا سيما إذا كان الهجر أنفع وأزجر لنفسه وأقرب لعودته عن مقارفة هذه الكبيرة العظيمة. المسألة السادسة أو الخامسة، المسألة السادسة: إن قلت وما الحكم إذا كان تركه للصلاة الترك المطلق وحكمنا عليه بالكفر، فما حكمه بعد ذلك؟ الجواب: كل من حكم عليه بالردة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن قلت ومن الذي يستتيبه، فأقول: كل استتابة، انتبه، واجبة، فمن خصائص الحاكم، كل استتابة واجبة فمن خصائص الحاكم، لا حق للأفراد أو الجيران أو إمام الحي أو رئيس الجماعة أن يستتيب أحدا، وإنما الاستتابة التي ينبني عليها القتل من عدمه إنما هي من خصائص الحاكم لافتقارها إلى اجتهاده وقضائه. فإن قلت وهل تتكرر استتابته أم يطبق عليه حكم الله بالاستتابة مرة؟ الجواب: تكرار الاستتابة من عدمها موكول إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى أن هذا الرجل قريب من التوبة ولكن يحتاج إلى ترغيب أو الحث أو يحتاج إلى كشف شيء من الشبهة، فلو أنه زاد في مرات استتابته لفسحة أجله لعله أن يعود فهذا له وجه. وأما إذا رأى منه شدة الإعراض وعظم الترك وأنه لن يفعلها مهما عوقب ومهما تعرض له من العقوبة أو العذاب، فهذا لو استتابه أو اقتصر على استتابته مرة واحدة لكفى. فإذا تكرار الاستتابة من عدمها ليس فيه نص بخصوصه، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما مرد ذلك تكرارا أو إفرادا أو تثنية مرده إلى اجتهاد الحاكم فيما يراه. فإن قلت وإن وجب عليه القتل فيقتل بماذا؟ فنقول: كل قتل فبالسيف، كل قتل فيكون بالسيف إلا بدليل. فالأصل في القود والقصاص وإقامة الحد الذي فيه قتل، الأصل أنه بالسيف إلا بدليل يدل على أن هذا الجاني يقتل بغيره، كالزاني إذا وجب عليه القتل فيرجم، وكذلك إذا قتل الإنسان غيره بغير السيف فتشرع المماثلة، كما في الصحيحين من حديث أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة كلها وفي هذا الضابط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لكن أي ترك؟
هو الترك المطلق لا مطلق الترك، هو الترك المطلق لا مطلق الترك. كم كمل الساعة؟ طيب هذا غير المراجعة. طيب ومن الضوابط أيضا العقل شرط، العقل والتمييز شرطان للعبادات صحة ووجوبا. العقل والتمييز شرطان للعبادات صحة ووجوبا، بمعنى أنه لا تجب أي عبادة من العبادات إلا بتوفر هذين الشرطين العقل والتمييز، ولا تصح أي عبادة من العبادات إلا إذا صدرت من مميز أو عاقل، من عاقل ومميز. إلا أن العلماء استثنوا من شرط التمييز عبادة واحدة وهي النسكان، فيصح الحج والعمرة من الصبي حتى غير المميز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأما ما عداه من العبادات فلا تصح إلا بالعقل والتمييز. فأما اشتراط العقل فبرهانه الأثر والنظر، أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وأما من النظر وقد أجمع العلماء أيضا قاطبة على أن المجنون لا تصح عباداته ولا أقواله ولا عقوده ولا فسوخه، فجميع ما يصدر عن هذا المجنون يعتبر لاغيا، هذا بإجماع العلماء لم يخالف فيه أحد، وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما من النظر فلأن المقصود من التعبد صلاة كان أو غيرها هو قصد الامتثال وليس مجرد الفعل، وقصد الامتثال لا يتصور صدوره من ماذا؟ من المجنون، فلما فقد مقصود التعبد الأعظم منه سقط عنه وجوبه، فلما فقد منه مقصود التعبد الأعظم وهو قصد الامتثال سقط وجوبه. وكذلك المميز أيضا لا يتصور منه قصد هذا الامتثال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى ماذا؟ حتى يحترم، أو قال حتى يبلغ. فإذا الصلاة من شرط وجوبها وصحتها أن يكون المصلي عاقلا مميزا، وبناء على هذين الشرطين فمن صلى وهو مجنون فصلاته باطلة، ومن صلى وهو غير مميز فصلاته باطلة. فإن قلت ومتى يحصل التمييز، ومتى يحصل التمييز؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التمييز بين قولين، فمنهم من عرف التمييز بالحد ومنهم من عرف التمييز بالعد. فأما الذين قالوا بالحد فاختلفوا، فقال بعضهم إذا أحسن السؤال وأحسن الجواب فقد ميز، ومنهم من قال إذا عرف أسماء من حوله فقد ميز، ومنهم من قال إذا عرف الجمال من القبح فقد ميز، فيعرفونه بالحد. ولكن الأقرب عندي تعريفه بالعد وهو عد السنوات، فمن استوفى سبع سنين، انتبه، من استوفى سبع سنين فقد دخل في حد التمييز، وما كان قبل ذلك فليس بمميز. فإن قلت وما دليلك على هذا العد؟ الجواب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، ولا يدخل الإنسان في ابن السابعة إلا إذا استوفاها وراءه،
واستقبل الثامنة، فمتى ما بلغ الصبي سبعا وانتهت سبعه فإنه يدخل في حد المميز. ولذلك علق الشارع أمر الأبناء بالصلاة، الأولاد بالصلاة على بلوغ سبع، فهذا هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى. ومن الضوابط أيضا، الإسلام من شروط الصحة لا الوجوب، من شروط صحة العبادات لا وجوبها، الإسلام من شروط صحة العبادات لا وجوبها. الإسلام من شروط صحة العبادات لا وجوبها. الضابط الذي بعده حتى يكون شرحهما واحدا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذان الضابطان أو القاعدتان يبينان لك القول الصحيح، يبينان لك القول الصحيح في خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الإسلام بالنسبة للعبادات، أهو شرط وجوب أم شرط صحة؟ فإن قلنا إنه شرط وجوب فمعنى ذلك أن العبادة لا تجب في ذمة الكافر إلا إذا أسلم، وإذا قلنا شرط صحة فمعنى ذلك أن العبادة تجب بالأصالة في ذمة الكافر ولكن لا تصح منه إلا بالإسلام. فأي القولين أصح؟ الجواب القول الذي تقتضيه هاتان القاعدتان والضابطان هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وهو أن الإسلام لا تعلق به، لا تعلق له بثبوت وجوب العبادة في الذمة. فإذا دخل وقت الصلاة وجبت على المسلم والكافر، وإذا دخل وقت الحج وجب على المسلم والكافر، وإذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم، وجبت على المسلم والكافر، وإذا دخل شهر الصوم وجب الصوم على المسلم والكافر، فالوجوب يأتي في الذمتين جميعا، فليس وجود الكفر بمانع، فليس وجود الكفر بمانع من انعقاد وجوب العبادة في الذمة، لكن لا تصح منه إلا إذا قدم الإسلام، لا تصح منه إلا إذا قدم الإسلام. وأضرب لكم مثالا يوضح لكم ما أقول، لو أن الإنسان كان على جنابه ثم دخل عليه وقت الصلاة، هل تجب عليه الصلاة في ذمته ولا ما تجب أصلا؟ تجب، لكن لو صلاها وهو جنب ما صحت. إذن ليس وجود وصف الجنابة بمانع من انعقاد وجوب الصلاة، لكنه مانع من الصحة. إذن صارت الطهارة شرط صحة لا شرط وجوب. اجعل الكفر كالجنابة واسأل نفسك، إذا دخل الوقت على الكافر هل مجرد كفره يمنع من انعقاد وجوب الصلاة في ذمته؟ الجواب لا يمنع، لأنه حدث كالجنابة، لكن الجنابة حدث حسي والكفر حدث معنوي فهو نجاسة. فتجب العبادة أيا كانت، صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة، متى ما دخل وقتها الشرعي على المسلم والكافر، لكن يشترط في المسلم تقديم الطهارة لصحة الصلاة، ويشترط في حق الكافر تقديم الإسلام والطهارة، يعني الطهارة الكبرى وهي الإسلام، أو الطهارة الباطنية التي هي الإسلام، طهارة الباطن من نجاسة الشرك، والطهارة الظاهرية من الجنابة أو من الحدث الأصغر. فهذا هو القول الصحيح. ويؤيد هذا الضابط الثاني الذي بعده، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الذي رجحه جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم بالويل وهم مشركون، وجعل من جملة توعدهم على ترك الزكاة. فإن قلت: أولا يراد بالزكاة هنا زكاة المعنى بمعنى الإسلام، لأن الإسلام زكاة، فنقول قد فسرت بزكاة الباطن وزكاة الظاهر وهي زكاة المال، فهما تفسيران لا تنافي بينهما،
والمتقرر عند العلماء في قواعد التفسير أن اللفظ إذا فسر بمعنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فإذا يصلح أن يستدل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل عن الكفار بالأصالة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. إذن عوقبوا على الصلاة مع أنهم كفار، ودليل كفرهم سيأتي بعد قليل. ولم نك نطعم المسكين، وهذا من فروع الشريعة. وكنا نخوض مع الخائضين، نغتاب وننم ونتكلم ونسب ونلعن. وكل هذه الأعمال الثلاثة فروع الشريعة ولا أصول؟ فروع الشريعة على حسب الأصوليين. وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كفروا بالتكذيب بيوم الدين، ومع ذلك ذكر أنهم يعذبون على كفرهم بيوم الدين بالأصالة، ويضاعفوا ماذا؟ عذابهم، ويضاعف عذابهم على ترك الصلاة وإطعام المسكين والخوض مع الخائضين. فلو لم يكن الكافر مخاطبا بهذه الفروع في الدنيا لما استحق عليها العقوبة في الآخرة. فإذن يجب عليه أن يصلي وأن يقدم شرط الصحة وهو الإسلام، ويجب عليه أن يطعم المسكين في الزكاة وأن يقدم شرط الصحة وهو الإسلام، ويجب عليه أن يصوم ولكن يقدم شرط الصحة وهو الإسلام. فإذن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن الإسلام لا يتعلق له بوجوب العبادة في الذمة، وإنما له تعلق بصحتها، فهو شرط صحة لا شرط وجوب. أضف إلى هذا قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يأتي بالثلاثة كلها، ها، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا دليل على أنه يعذب على أنه دعا غير الله وجمع مع هذا الشرك، أنه قتل النفس وجمع معها الزنا. من أفرد القتل أو أفرد الزنا فله عقوبته، لكن من جمعها فهذا هو الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وعندكم قاعدة من قواعد التفسير: كل ذنب قيل في صاحبه له عذاب مهين فيكون كفرا. جميع الذنوب التي في القرآن قرنت بالعذاب المهين يكون كفرا، أفاده أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. ولذلك كفر أهل العلم من سب الرسول وآذاه بدليل قول الله عز وجل: والذين يؤذون، يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن لما جعل العذاب الموصوف بالإهانة عذاب مهين في حق من آذى الله ورسوله، دل على أن سب الرسول كفر. ولكن لم يقلها في حق المؤمنين: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لكن العذاب المهين لا. فإذن أي ذنب عوقب صاحبه بالعذاب المهين في القرآن فإنه لا يكون إلا كفرا. فإذن قول الله عز وجل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دليل على أن من عذب بذلك كافر. ومع ذلك قال أنني أعذبه على كفره وعلى زناه وعلى قتله للنفس. أدري فهمتم هذا؟ فهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتنصره شواهد القرائن. أظن نقف عن كم خذنا من ضابط؟ 5. على كل حال نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أوصيكم يا إخواني بأن تحفظوا هذه الضوابط والقواعد، لأنها سوف تكون هي التي ستبقى في ذهنك مع كبر سنك من الفقه، لأن الفروع سوف تتلاشى، لكن يبقى تلك القواعد والضوابط تذكرك بما وراءها من الفروع وتعينك على الفتاوى ومعرفة الأحكام الشرعية. هذا الضابط.